وللحديث عن واقع اللجوء واللاجئين حول العالم في اليوم العالمي للاجئين، معنا من اسطنبول مدير الشؤون القانونية بمنظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان محمد عماد. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. في يوم اللاجئ العالمي، لماذا لا يزال آلاف اللاجئين دون حماية قانونية وملاذ آمن رغم تأكيد المواثيق الدولية على حقوق اللاجئين؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين. دعنا أؤكد هنا أن ما زال هذا اليوم يأتي عاما بعد عام، اليوم الدولي للاجئين، وما زال اللاجئين يعانون الأمرين من انتهاكات واسعة، لا سيما في العراق، ونحن نتحدث عن أزمة نزوح داخلية مركبة وانتهاكات متعددة، وأيضا لضعف دور المجتمع الدولي حقيقة في اتخاذ أي خطوات إيجابية أو دور فعال من أجل وقف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين والنازحين، وضرب عرض الحائط لكل القرارات الدولية والمواثيق الدولية التي كفلت الحماية الخاصة والكاملة للاجئين من نساء وأطفال وكبار في السن وضمان حقوقهم الأساسية. حقيقة هذا اليوم يأتي للتذكير بمعاناة ملايين من اللاجئين والمشردين داخليا وخارجيا، لكن أيضا يأتي للتأكيد على الدور السلبي للمجتمع الدولي الغير مفهوم، والذي يتأثر للأسف عاما بعد عام بشكل أسوأ مقارنة مع ازدواجية المعايير في بعض الدول، ونحن نتحدث عن أوكرانيا مثلا واللاجئين منها، وكيف تم التعامل معهم بشكل إنساني ولبق في مقابل ما يتم التعامل معهم. نعم. مع اللاجئين الآخرين من إفريقيا والدول العربية. كيف أسهم ظهور اليمين المتطرف واستخدام اللاجئين كورقة سياسية في العديد من البلدان إلى تفشي داء العنصرية وخطاب الكراهية ضد اللاجئين؟ نعم، للأسف خطاب العنصرية ضد اللاجئين والمهاجرين هو ليس بالجديد، نتحدث بشكل واضح لا سيما في الدول الأوروبية، لكن الآن أصبحت الأحزاب اليمينية والأحزاب المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية تتخذها كورقة ضغط، لا سيما ونحن نتحدث الآن عن أن الحاجة للاجئين والمهاجرين في الدول العربية في الدول الأوروبية عفوا ليست كسابقتها، بمعنى أنه كان في السابق العديد من الحاجة للأيدي العاملة ووجود كفاءات مختلفة وأيضا أعداد كبيرة من الدول المصدرة للاجئين، لكن الآن في بعد الأزمة السورية وأيضا ما يحدث في اليمن والعراق أصبحت هذه الأعداد أو الدول تكتفي نوعا ما بتلك الأرقام، وأصبح الآن الخطاب المقابل هو خطاب العنصرية. الآن هي دول أوروبية أصبحت حاجتها مناسبة لها من تلك الأعداد، والآن أصبحت ورقة الضغط سياسيا وأيضا إعلاميا من قبل الأحزاب أن التكوين الديموغرافي والنسبي للدول الأوروبية أصبح يختلف بسبب وجود الأجانب، يجب أن يكون هناك معالجة لهذا الملف، هذا حسب تصريحات الأحزاب اليمينية على اختلافها في الدول الأوروبية، وأصبحت ورقة تساوم بها ويتم بها شحذ خطاب العنصرية من قبل الوسائل الإعلامية لشريحة كبيرة من مكونات المجتمع الأوروبي من أجل الضغط على حكومات تلك الدول لبدء طرد أولئك اللاجئين، أو على الأقل عدم استقبال أي لاجئين جدد يأتوا إلى الدول الأوروبية وعدم تمكينهم وتوطينهم من حقوقهم الأساسية. في هذا الإطار، لماذا لم يتعامل الغرب وخصوصا أوروبا مع اللاجئين من أوكرانيا بذات التعامل مع العديد من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان والأفارقة وغيرهم؟ بالفعل، وهذا ما نقوله، ما حدث من قبل الدول الأوروبية في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين من أوكرانيا هي سقطة أخلاقية غير مبررة ولا يمكن تفسيرها ولا قبولها. المشاهد المروعة والغير أخلاقية التي شاهدناها في استقبال اللاجئين الأوكران وطرد أيضا اللاجئين الذين كانوا من إفريقيا والدول العربية ودول الشرق الأوسط الذين كانوا موجودين داخل أوكرانيا وعدم قبولهم وتركهم في البرد القارس وأمام المتغيرات الجوية وأيضا حرس الحدود، هذا أمر لا يمكن قبوله ويعكس العقلية غير الأخلاقية لدى العديد من الدول الأوروبية التي اتخذت مثل هذا السلوك، وأيضا يعكس أن القوانين والمواثيق الدولية التي نصت على احترام حقوق اللاجئين هي بحاجة إلى قوة حقيقية ومراقبة حقيقية من قبل الهيئات الدولية، هنا نقصد الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل تطبيقها، بمعنى إذا كانت الدول التي أقرت ووافقت على المواثيق لحماية اللاجئين هي من تقوم بالانتهاك في مقابل صمت هيئة الأمم المتحدة، فهذا يعني إما أن هيئة الأمم المتحدة هي مغيبة عن الساحة الدولية أو أنها تقر بتلك الانتهاكات عكس ما هي أقرته أصلا في السابق من ضرورة حماية اللاجئين وتوفير الحقوق الأساسية. نؤكد هنا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول ما جرى مع
اللاجئين الآخرين أو اللاجئين الأفارقة ومن الدول العربية في نوع من ازدواجية المعايير والتفرقة العنصرية غير المقبولة. طيب بالكلام عن الغرب ونظرتهم الى مثلا العراقيين والسوريين، فالاسباب معروفه، ما مثلا العراق الاحتلال الامريكي وفي سوريا قمع الاسد، لكن السؤال لماذا لم يتنبه الغرب الى خطوره غزو امريكا للعراق مثلا، او الاقل تنبه لحجم الكارثه من جراء القمع الذي ارتكبه الاسد ضد السوريين في سوريا؟ بالضبط، وهذا هو السؤال المهم جدا الان الذي يطرح. اذا كان المجتمع الدولي يتحرك الان وبشكل كبير وضغط اقتصادي وسياسي ودولي على عدة مستويات من أجل نبذ الصراع بين أوكرانيا أو الحرب بين أوكرانيا وروسيا ونبذ الهجوم الروسي على أوكرانيا، أين كانت هذه القوة الدولية الإعلامية والقانونية في التنديد بالهجوم الأمريكي على العراق؟ أين كانت تلك الخطابات القوية مما يحدث من صراع في اليمن؟ أين ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية مثلا والحروب المتكررة والهجمات المتكررة دون أن يكون حتى هناك إدانة على مستوى الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الدول العربية؟ وبالتالي نحن الآن أصبحت الآن ترسخ أمام أي حقوقي مطلع على أن المجتمع الدولي لا يحترم إلا القوة التي تفرض نفسها للأسف، بدلا من أن يكون هناك قوة القانون أصبحت قوة السياسة والقوة العسكرية هي التي تفرض نفسها. نعم. وهذا نعم. الأمر أدى بشكل غير مباشر وبشكل كبير جدا إلى ازدياد خطاب العنصرية والازدواجية في المعايير، وهذا الأمر الذي نراه منعكسا نعم. في أداء الحكومات الأوروبية وأيضا نعم. الوسائل الإعلامية وحتى المؤسسات العاملة في الدول الأوروبية في نعم. تعاطيها ذا نعم الازدواج في تعاملها مع اللاجئين. نعم الأستاذ محمد عماد مدير الشؤون القانونية في منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.